السلام عليكم لا فامي. الميركاتو سالا والراجا سنات مع اللعابة في كل بوست. قبل ما نعرفوا السميات كاملين ونعطيو آراءنا فيهم، نخليكم مع هاد فاصل الموسيقي الصغير. الكل فينا مازال عقل العام اللي فات اللي دا صعيب مع البدراوي. هذا الاخير قدم الثقات وجمع عام ديمقراطي عرف انتخاب محمد بودريقه بعد ما هرب في لاكورس على سعيد حسبان اللي كان المنافس ديالو على كرسي الرئاسه. بودريقه دخل على فرقه خاويه من الساس للراس وقدر يعمرها ويخلي الرجاويين يشوفوا بلي عندهم ايكيب قادره تقول الكلمه ديالها. هذا العام اول حاجه بدا بها بودريقه هي الستاف زين باور لي زادجوان والكوتش دغارديان. بعدها دز المعقول وسنل بزاف ديال اللعابه اللي نقدروا نفرقهم على كلاس او كلاس بي. ندوزو دابا لكل بوست ونشوفوا اللعابه اللي جاوا. في الحراسه تم التوقيع مع محمد بعيو والمدرسه واللي سبق وتدرج في جميع الفئات العمريه للخضراء حتى وصل ليكيب ا، لكن غاد الرجاء قبل سنوات بحكم انه ما كانش يقدر يلعب ظل تواجد حراس كبار. بايو ما كانش دخل في المخطط ديال بودريقه هذا الموسم بحكم ان الرجاء كان عنده انا زنيتي وغايه مرباح ومروان فخر، لكن بعد ما تم بيع عقد غايه مرباح لاتحاد طنجه لا سيبل كان هو بايو اللي كيتعتبر الحارس الوحيد اللي تم التعاقد معه في هذا الميركاتو. حارس اللي لعب عدد متوسط الموسم الماضي من المباريات فريق الجيش الملكي، يقدر يكون بديل لا باس به في حال غياب انا زنيتي على احد المباريات. واخا شخصيا كنت كنتمنى باش يواصل معنا غايه مرباح اللي الكل متفق على المؤهلات الكبيره اللي كيتوفر عليها. وفي مفاجأة غير متوقعة بودريقة قدر يقنع في اخر ساعات الميركاتو مروان فخر بالتنازل على جزء كبير من مستحقاته مقابل العودة للفريق وتوقيع عقد جديد، مع العلم انه كان نسخ عقده من جانب واحد ودعم مكونات النادي وكان قريب من توقيع المولودية الوجدية. وهكا كيولي عند الرجاء في الحراسة انا زنيتي مروان فخر ومحمد بايو. ندوزو لا ديفونس الرجاء بعد ما غادر مروان الهدودي بودريقة قرر يسني مع عبد الله خفيفي اللي جا الرجاء ليبر بعد ما سالت ليه الكونترا مع ام صلاح القطري تجربة قصيرة خادها بعد ما غادر المولودية الوجدية. اللاعب هو المدافع الاوسط الوحيد اللي تم التعاقد معه، مع علم ان الجماهير كانت كطالب بلاعب اخر بحكم الخصاص اللي بلع في هذا المركز. بودريقة وخلال الندوه الصحفيه اللي عقد الخميس الماضي اكد انه في الدفاع فريق الرجاء كيتوفر على لاعبين مجربين من قيمه خفيف ومقدم، بالاضافه للاعبين شباب غيقولوا الكلمه ديالهم وكيستاهلوا فرصه بحال بوشعيب العراسي ومشخشخ. نتمنوا باش ما يعانيش فريق الرجاء في هذا المركز هذا الموسم، خصوصا ان خفيفي الحدود الان ومن خلال متابعته في المباريات اللي خاض مع الرجاء كيبان انه ماشي داك المدافع اللي كيلعب برزانات البروفايل بدر بانون. في الأظهرة فريق الرجاء تعاقد مع ظهير واحد وهو يوسف بالعمري اللي ابان على انه كيمتلك مؤهلات تقنيه محترمه في المباريات اللي خاض مع الرجاء الحدود اللحظه. اللاعب تم التوقيع عليه في صفقة انتقال حر بعد ما انتهى العقد ديالو مع الفتح الرباطي، ولولا ذلك ما كانش فريق الرجاء يقدر يتفاهم مع الفريق الرباطي لشراء عقد لاعب بالعمري. الرجاء في نفس المركز وقع عقد جديد كذلك مع محمد بولكسوت واللي كيشغل جناح وحتى ظاهر. اللاعب كان في صفقته من طرف واحد قبل ما يقنعوا بودريقه بتوقيع عقد جديد بعد ما سلموا مستحقاته العالقه. في وسط الميدان الرجاء تعاقد مع اللاعب جنوب افريقي هشيم دومينغو بعد نهايه عقده مع سان داونز جنوب افريقي. اللاعب ما نقدروش نحكموا عليه،
خاصة أنه ملعبش دقائق كثيرة حاليا، وحتى معاناتهم من الإصابة سابقا تقدر تولد فينا تخوف. من خلال مشاهدة بعض الفيديوهات الخاصة بدومينغو كيبان أنه صانع لعب جيد ويقدر يعطي الإضافة في حالة انسجامه مع المجموعة الرجوية وتفادي الإصابة. بودريقة وقع كذلك مع مبارك على سبيل الإعارة من فريق العين الإماراتي، وهو لاعب يقدم إضافة كبيرة للفريق إن شاء الله، ومكره تمشير العلاقة ديالو بحكم العلاقة الطيبة اللي كتجمع الرجاء والفريق الإماراتي. مبارك من بين احسن لاعبي الوسط في البطوله بشهاده الجميع، وانتدابه كان ضربه معلم من بودريقه. دائما في وسط الميدان فريق الرجاء قدر يخطف عقد اللاعب بوغرين من الغريم التقليدي اللي كان قريب يوقع اللاعب بعد ما فسخ عقده مع الترجي التونسي. اللاعب صابر بوغرين سبق وخد تجارب في اوروبا خصوصا في بلجيكا، وابان على مستوى محترم لما حمل قميص الترجي التونسي. نتمنوا يقدم الاضافه المرجوه رفقه النصور ان شاء الله. الرجاء في صفقة غريبة، وقع مع اللاعب المصري عمرو وردة ودار ليه تقديم رائع على الصفحة الرسمية لفريق الرجاء الفيسبوك، لكن بعد أيام قليلة تم فسخ عقده بعد ما طلب ذلك من إدارة النادي. وحسب مصادر مقربة من الفريق فاللاعب وردة فضل يرحل بسبب الجماهير اللي ما كتسمحش بتجاوزات اللاعبين خارج نطاق كرة القدم، بحيث تمت مراقبة اللاعب المصري في أحد الأماكن المشبوهة وحذروه من هذا الأمر، وهو ما خلى اللاعب يطالب بانفصال بالتراضي ويؤدي مبلغ الشرط الجزائي اللي قيمته 100 مليون سنتيم حسب الصفحة الرسمية للفريق. دائما في وسط الميدان فريق الرجاء قدر ينجح في تنيرو جاولو على الرحيل، بحيث كان هو الاخر فسخ عقده من جانب واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وادى بودريقة المبلغ اللي كيطالب به اللاعب طوغولي مقابل توقيع عقد جديد بامتيازات افضل من السابق. بقى اللاعب اولو رفقة الفريق الاخضر هو بحد ذاته انتداب بحكم انه انسجم بسرعة مع المجموعة الرجوية وكيعرف الفريق حق المعرفة، والبحث على لاعب اخر كان غيتطلب الوقت والمال وفي النهاية يقدر ينسجم ويقدر لا. في مركز الجناح الهجومي فريق الرجاء تعاقد مع ادم النفاتي في صفقة انتقال حر بعد ما تعاقدوا مع فريق الجيش الملكي. اللاعب ادم منذ سنتين والجمهور كيتسنى التحاقه بالفريق، والان جاء الوقت اللي غيحمل فيه النفاتي قميص الرجاء. اللاعب غيكون قيمه فنيه مضافه في خط الهجوم، والكل كيعرف المؤهلات التقنيه ديالو. كنتمنوا ليه التوفيق ان شاء الله مع الرجاء ويحقق معاه الالقاب هذا الموسم. دائما في مركز الجناح الهجومي فريق الرجاء تعاقد مع اللاعب مروان زيلا في صفقة انتقال حر كذلك بعد ما انتهى العقد ديالو رفقة شباب محمدية. كانت مفاوضة طويلة دامت أسبوعين بين اللاعب زيلا والرجاء، بحيث كان طالب في البداية بمبلغ مالي كبير خلى بودريقة يصرف النظر على إتمام الصفقة، لكن بعد أيام رجعت المفاوضات بين الطرفين وتكلت بالنجاح بعد ما خفض اللاعب زيلا من مطالبه المالية. في مركز الهجوم بودريقة تعاقد مع لاعبين، أولهم أيمن حسين لاعب المنتخب العراقي الأول. اللاعب سبق وخد تجارب في الخليج وكيتعتبر مهاجم جيد حسب متابعتي ليه. كيلزمو فقط فعالية الأجنحة الهجومية والأظهرة في التمريرات العرضية اللي كيحبذها اللاعب العراقي في الضربات الرأسية، وهي نقطة قوته بعد طلب الكرة وراء الظهر. اللاعب الثاني هو المهدي موهوب اللي كانت المفاوضات ديالو هي الأطول بين جميع اللاعبين بحكم أن الفتح رفض في بداية الأمر بعقد اللاعب للرجاء، لكن اللاعب موهوب فرض رأيه على الفريق الرباطي وأكد لهم أن الحلم ديالو هو يلعب الفريق الأخضر، مع العلم أنه رفض عرض من بيراميدز المصري وفريق سويدي واللي كانوا قدموا مبلغ مالي أكبر من اللي قدموا مكتب الرجاء. اللاعب موهوب تألق مؤخرا رفقة شباب سوالوم والفتح الرباطي، وإن شاء الله يتألق بقميص الرجاء في مركز الهجوم اللي هو نقطة ضعف الفريق منذ رحيل لاعب كونغولي بان مالونغون غيطا. كانوا هادو صفقات الرجاء في ميركاتو الصيفي الماضي، عطيونا آراءكم عليها في التعليقات وقولوا لنا شنو هي أحسن صفقة بالنسبة لكم بين الصفقات ككل. تهلاو وديما رجاء. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.